سلطانتي، انت طلبتي تشوفيني؟ جهزي حالك هيام، بدنا نروح. لوين بدنا نروح؟ لا تقلقي ابدا، رح نروح على قصر خديجه الجديد. تعالي معنا. متاكده؟ شو يعني مو حابه تروحي؟ بلا بلا، ومبسوطه كثير سلطانه. شكرا. لكان روحي جهزي حالك، رح نطلع بعد شوي. نورهان ديري بالك على الأولاد، أنا بدي روح. أنتي لا تاكلي همون، أنا رح ضل قاعدة جنبهم. سلطانة هيام، أنتي رايحة على شي مكان؟ إيه السلطانة الأم دعتني، بدنا نروح على قصر السلطانة خديجة الجديد. يعني أخيراً السلطانة الأم عفت عنك؟ كتير منيح، يلا الله معك. السلطانة الأم ناطرتني. تخيل الصور يلي كنت عم تحكي عنها. هلا شوف لقلك هون دستور. افتيل ظهرك، اذا بتطلع لورا بيطير راسك. ليش؟ عميل مثلي، وطي راسك، طلع بالارض. كتير حلو. عجبك هيام خانو؟ عجبني، قصر كتير حلو. هالقصر لسه محتاج شغل كتير ليخلص، يعني إذا اليوم بدينا بتجهيزه رح يحتاج شهور لينتهي. بس يا سلطانة أنا برأيي إنه نجهزه من قريبه. أساساً مو هامك شيء إلا إنك تتجوزي بسرعة، بس لازم هالقصر هاد يكون قد المقام يا بنتي. أنتي بتستاهلي كل خير يا سلطانة، وإن شاء الله إنه أولادك رح يولدوا ويكبروا بهالقصر. إن شاء الله. خليهم يرسموا على هذا الحيط ورود كتيرة، ولما بتطلعوا فيه رح تشوفوا حدائق الفردوس. مين هي؟ بتعرفها شي؟ هاي الخانم يا باشا بتكون مرته لفخامة السلطان سليمان، وممنوع تطلع بأي واحدة من النسوان يلي بيخصوها إلا بتروح فيها. طيب هي من وين؟ تركنا منا بقى وقلي، فيك ترسم الرسمات اللي طلبها منك إبراهيم باشا؟ طبيعي. دستور! ف...
فضلكم رح يصير القصر مثل الجنة يا سلطان. لازم يكون جنة لأنه رح يصير بيتك يا خديجة، وأي شيء بدك يا طلبي لا تستحي. هلا صار فينا نرجع. أمتى فينا نبلش برسم اللوحات؟ هلا فورا. بالله؟ ايه يلا لنشوف. امشي قدامي. روح 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 خديجة. هيام اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. كل خير يا مولاي السلطان. مولاي حبيت بشرك بنفسي، طلعت حامل، حامل بابنك يا سلطان. ويام حبيبتي أنا كتير سعيد، وإن شاء الله على طول شوفك سعيدة يا عمري. شو أنت مستغني عن عمرك؟ مولاي بهنيك على هذا الخبر الحلو. شكراً يا إبراهيم. الله يطعمك ويطعم خديجة الذرية الصالحة إن شاء الله. مولاي السلطان إن شاء الله أكون حامل بسبب. إن شاء الله يا رب. مولاي بدك يستنوك مشان الرسم؟ خليهم يروحوا هلأ وبعدين بيجوا. مين هدول مولاي؟ إبراهيم تعرف على رسام شاطر كتير وحابب إنه يرسم لي صورة لإلي. قال بده يحط صورتي بقصره جديد. حلو والله. بلكي بيرسم لنا صورة إلي وإلك. شو رأيك مولاي؟ موافق. بس بالأول خلينا نشوف كيف بيرسم وبعدين منقرر. مولاي السلطان مشغول هلا، روحوا وبتجوا مرة تانية. خير شو صاير لك؟ ليش هيك لونك مخطوف؟ ما في شيء، بس طول الليل كنت عم بشتغل وما نمت. لك روح ارتاح هلا. نصوح تعمل. ليه ضب غراضك. اللي هدول مين؟ قصدك يلي شفتهم هلا؟ واحده بتكون السلطانه خديجه وبتكون اخته لمولاي السلطان، وهي بالمستقبل رح تكون زوجته لابراهيم باشا، والثانيه السلطانه هيام. هيام؟ ايه، وهي اصلا بيقولوا عنها انها من روسيا، قال بنت خوري، وهلا هي زوجته للسلطان سليمان العظيم، جابت له ولدين وقال الثالث على الطريق. شوف وين كانت وين صارت. حظ، ما حدا بيعرف شو مكتب له. يا ريت لو كل يوم هيك. ضلني معك صبح ومساء يا مولاي. وأنا بحب ضل معك على طول لأني بحبك. يلا. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. شرفت يا مولاي السلطان.
من وين جابوا لك ياها؟ اجتني من قصر البندقية يا مولاي. أمير البندقية بذاته هدانيها. ظاهر إنه عم يتودد لك. واضح إنه عم يحاول يسايرك كتير. أمير البندقية عم يبعث لنا بدعة جديدة. أسراك صاير بيشبه قصور البندقية. بصراحة أنتم عاسبين حالكم كتير، بس أنا ما بريد هالشي يصير بقصري يا سلطان لو سمحتوا. ولعلمكن أنا مبسوطة أنهم عم بيقدموا لي الأكل بصواني الفضة وممنونة كتير. مثل ما بدك، أنا بوعدك أنه هذا النمط ما رح يدخل على قصورنا، بس بظن هاللوحات اللي هنيك ما شفتيهم. طلعي هالرسمات هي بأي قصر شرقي موجودة؟ شو هالجهاد؟ شو رح يقولوا مشايخنا إذا شافوا هالصور؟ مسؤولية إبراهيم باشا يجاوبوا. يلا تفضلوا. مولاي الرسام ليو اللي حكيت لك عنه هون، هو عم يشتغل جوا. والله جد؟ طيب خليه يجي مشان نشكره على اللوحات. مولاي نادي إبراهيم باشا، ما في أي مشكلة، نادي خليه يجي لهون. نحن لازم نهنيه، مو بسهولة بتشوف فنان ماهر لهالدرجة. مولاي بقدم لكم الفنان الماهر ليو من الكير. السيد ليو زين قصرنا بالزخارف والرسومات الرائعة. قرب لهون يا ليو، تعال. مولاي لي الشرف انه انعجبوا جلالتك. شكرا. صحة صحة، انت منيحة؟
منيحة منيحة، ما في شيء. اهدي وخدي نفس، عطوها شوية مي. شو صار لك هيام؟ فجأة تعبتي؟ سامحني مولاي، حسيت بوجع بصدري وانقطع نفسي، انقطع نفسي على الأخير. نادوا الحكيمة. لا لا خلص، لا تروح، ارتحت. هيام ليكونوا هالأكلات ضروكي. ما بعرف، رح أقوم غسل وشي عن إذنكم. سلطانة، عن إذنك بدي أقوم شوف هيام خانو. يجيبوا الحكيمة. أنا منيحة منيحة، خلص ارتحت. هيام شبكي؟ ليش هيك فجأة انخطف لونك؟ طمني سلطانة، أنا ارتحت هلا، البكي بيريحني كتير. لشو عم تبكي؟ على طول بعد الولادة بتزيد حساسيتي وبحزن، وبصير قلبي يدق بسرعة كتير، وبضيق نفسي وبدوخ، وبعدين بصير ابكي وما بقى أوقف هيك بدون سبب. انتي رفقتي يا سلطانة، وانا ما بخبي عنك اي شيء ابدا. انا عم اسمعك، قولي شو مشكلتك؟ مولاي السلطان سليمان هو روحي وعمري، شو بدي ساوي حتى تدوم السعادة؟ كل اللي حوالي مفترين وما بيحبوني بنوم. كوني متأكدة إنه مولاي ما بيرد عليهم، طمني هو بيحبك وما بيتخلى عنك. إن شاء الله يكون هيك، لما بفكر بهالموضوع بحس مخي رح يطق. انت كتير حساسة، بس ما بيجوز تساوي هيك. سلطانة، مولاتي انشغل بالها كتير. مزبوط، معها حق. يلا هيا انتي روحي وانا هلأ بلحقك. Yeah.
ما بيصير، أنا شفته بالحلم مات، مستحيل يكون هو هذا نفسه ليو. هويام، كيف صرتي؟ منيحة يا مولاي. الحمد لله. كلي، ما أكلتي شي؟ خلي ليو بكرة يجي على قصري. مشان يرسمك يا مولاي؟ ايه يا إبراهيم، بدي اياه يرسمنا أنا وهويام خانون. ليو الرسام رح يرسمنا بأجمل لوحاته. شرف كبير إني أرسمك يا سلطان. صار فيك تروح يا لي. هويام، هويام، انت شو عم تساوي بغرفتي؟ مفاجأة، عرفت شو هو سرك. لا تقولي شي، طلعي طلعي. ليش حبيبتي هويام كل هالخوف؟ معقولة تكوني مخبي عنا شي؟ لا، ما في شيء. اليوم أنا شفتكم، يا حرام حرقت لي قلبي نظرات عيونكم. أنتي والرسام ليو اسمه؟ بس أنا ما بعرفه. جاي من الكرم، يعني من بلدك، شكلك بتعرفيه منيح. مين بيكون ليو؟ في بيناتكم شي يا ترى؟ هو عشيقك؟ لا، ما بعرفه، ما بعرف ليو مين بيكون. ليو، وينك؟ وين ناهي الدوران؟ كانت هون. هي مو هون. انت كنتي عم تشوفي كابوس. ايه صح، كابوس. بس كنتي عم تقولي ليو وين؟ ليو مين؟ انت شو عم تحكي؟ والله هيك كنتي عم تقولي ليو ناديتي له. هالشي مو مزبوط. شو فيها؟ ليش عم تعصبي علي؟ أصلاً أنا بعرفه. أنت كيف بتعرفي؟ إذا بتتذكري حكيتيلي عن واحد اسمه ليو، هو من ضيعتك، كنتي بدك تتزوجي، بس قلتيلي إنه قتلوه التتار. إيه، يا خسارته الشاب. بس هو مات من وقت طويل. قلت يمكن كوبستي وشفتي خطيبك وهو عم يموت. خلص، الكابوس انتهى.
روحي جيبي لي كاسة مي نشف ريقي.